في مشهد طريف يرى صغير وحيد القرن جاموسا ويشعر بالفضول لمعرفة المزيد عنه. يقرر الركض نحو الجاموس بكل حماس، لكنه يتوقف فجأة قبل أن يصل إليه. يبتعد الجاموس قليلا ويظهر خوفا مصطنعا من صغير وحيد القرن. يقرر الصغير متابعة الجاموس ويبدأ في ملاحقته بسرور وحماسة، لكن الجاموس يتوقف ويتواجه مع الصغير، مما يثير الخوف والدهشة في صغير وحيد القرن. أخيرا يقرر الصغير التراجع والعودة إلى أمه بعد هذه التجربة.